النهاردة ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان الراحل أحمد مظهر. الحقيقة أثرى السينما المصرية بأعمال الفنية المتميزة اللي تجاوزت تقريبا 160 عمل يا بسنت. طبعا يعني هو فعلا فارس السينما المصرية وأعماله لسه موجودة لغاية النهاردة في أذهان كل المصريين وكل الجماهير اللي بتتفرج على أكيد أعماله. هو من مواليد القاهرة سنة 1917، نجح في الجمع ما بين الفروسية والفن عشان حبه للفروسية والخيل، كان معروف بلقب فارس السينما المصرية زي ما كنا لسه بنقول، هو يعني جان من جانات السينما. خلونا نشوف مع بعض محطات في حياته ومسيرته الفنية. تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، الذي أبدع في تقديم أعمال فنية متميزة جعلته واحداً من عمالقة الفن في العصر الذهبي. وخلال مسيرته الفنية الطويلة قدم أحمد مظهر أكثر من 160 عملاً فنياً تاركاً بصمة لا تنسى في السينما المصرية. ولد أحمد مظهر في مثل هذا اليوم عام 1917 بمحافظة القاهرة، ونشأ في أسرة تعتز بالعلم والموهبة، وكانت الفروسية جزءاً لا يتجزأ من حياته ولعبت دوراً كبيراً في مسيرته الفنية. تخرج مظهر في الكلية الحربية وكان زميلاً للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وشارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين عام 1948 وتولى قيادة مدرسة الفروسية. مسيرته العسكرية الحافلة بجانب مسيرته الفنية أكسبته لقب فارس السينما المصرية. بدأ أحمد مظهر مسيرته الفنية عام 1951 في فيلم ظهور الإسلام الوعد الحق، حيث جسد شخصية عمرو بن هشام أو أبو جهل، ولفت الأنظار في هذا الدور بمهاراته الفائقة كفارس. قدم مظهر خلال مسيرته العديد من الأعمال السينمائية الخالدة، منها فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة، وفيلم قلبي مع مريم فخر الدين وشكري سرحان، وغرام الأسياد مع عمر الشريف ولبنى عبد العزيز. كما تألق في الأدوار التاريخية مثل دور سيف الدين قطز في فيلم وإسلاماه، ودور الناصر صلاح الدين في فيلم الناصر صلاح الدين من إخراج يوسف شاهين. رحل أحمد مظهر عن عالمنا في 8 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد رحلة فنية مليئة بالإبداع والتميز استمرت حتى سنواته الأخيرة.